هذا روح. رسالة من قبل معتصمين ساحة الشهداء في الديوانية تستنكر ساحة الشهداء العمل الجبان الذي قام به جهاز مديرية الأمن الوطني بالقيام بإلقاء القبض واعتقال مرتضى نعيم وكرار محمد الهاي وصاحب المطعم. القوات الأمنية داخل المحافظة نبهلكم ساعة واحدة فقط، ساعة واحدة تحسبون من انتشار البيان إعلاميا، ساعة واحدة أي تصرف ورا هاي الساحة من قبل المعتصمين داخل المحافظة ما مسؤولين فيه وانتم تتحملون المسؤولية. لبيك يا محافظة ثوار الديوانيه، والله هاي الساحه انا ما صار حل، المحافظ راح يصير حصه الديوانيه.